حبيبي فعلا من القلب يعني، انت حبيبي النهارده، حبيبي من عمري يعني. والله انا دايما بتشرف بيك، وطبيعي جدا، طبيعي جدا جدا مع احترامي لكل الناس، ان انت تبقى رئيس نادي الاتحاد السكندري. الف الف مبروك. الله يبارك فيك حضرتك وكتر خيرك، واشكرك جدا جدا يعني، ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك. يعني انا يعني كنت نفسي اول ماتش يعني اقول لك والله نفسي الاتحاد يكسب حاج محمد، بس انت عارف بقى اللي في القلب في القلب. وانا بشكرك طبعا، انا عارف ان معاك في الاستوديو طبعا كابتن وليد، كابتن اسامه عرابي، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سمير كمون، كابتن اسامه عرابي واخواتي وحبايبي، ويعني يعني فعلا من اولياء الدنيا، وربنا يبارك لكم يا رب. بالتوفيق يا حاج محمد الفتره اللي جايه. يعني انا عايز طبعا ابارك لك واقول لك تاني ان هو حقك الطبيعي جدا يعني، بولائك وباخلاصك وبكل اللي انت عملته بصراحه، واللي انا شفته يعني كنت شاهد عيان على كنت بتعمله في اسكندريه في نادي الاتحاد تحديدا، وحب الناس ليك، فطبيعي جدا تبقى رئيس نادي الاتحاد السكندري بالتزكيه، وده اعتقد ان هو ابسط حقوقك يا حاج محمد. والله بص يا كابتن حميد، انا بامانه يعني طبعا نادي الاتحاد زي ما حضرتك شرفت لعبت النادي الاهلي ولعبت نادي الاتحاد، وانا يعني فعلا انا كان انا من الناس اللي مختار، انا شفتها عملت معاها كلاعب، ربنا يخليك. فانا يعني نادي الاتحاد قيمه كبيره لا يقل طبعا يعني بقيمه نادي الاهلي بتاريخه، نادي الزمالك بتاريخه، نادي الاتحاد برضه بجماهيريته وشعبيته، فده يعني من النوادي المحترمه. انا النهارده بنتكلم في حوالي 104 سنه نادي الاتحاد مر عليه، فنادي ليه تاريخ كبير جدا، فانا يعني بسعد اكتر طبعا النهارده ان انا افوز بالتزكيه لرئاسه نادي الاتحاد السكندري، وان انا ارجع تاني بعد 7 سنين كنت رئيس فيها للنادي. فنادي الاتحاد بالنسبه لي قيمه كبيره جدا. انا بامانه يعني انا بشكر الناس كلها، النهارده لما اتقفل باب الترشيح وان انا افوز بتزكيه هذا النادي العريق، انا سعادتي غير عاديه، ان دي ثقه كبيره جدا يعني الناس فعلا حطاها فوق دماغي وفوق رقبتي، ان انا النهارده مفيش حد ينزل قصادي، دي مكسب كبير. وانا بامانه عشان ما اكون مثلا بكلمك، لا انا سعيد سعاده غير عاديه. أكيد سعيد إن أنا النهارده حب الناس، تقدير الناس ليا، دي بالنسبة لي طبعًا يعني بتشيل عليا حمل أكتر من حمل. أكيد أكيد الاتحاد حمله كبير، ونادي الاتحاد إن أنت تدير هذه المنظومة لا محتاج مننا جهد كبير جدًا، ولكن أنا فعلًا بشكر جميل النادي وأعضاء النادي بالثقة اللي هم ادوها لي بصراحة. أكيد يا حاج محمد، وأنا قلت لك هو يعني بصراحة تستاهل، وأنت عارف إن أنا ما بجاملش يعني تستاهل، وأنا عارف قد إيه حضرتك مخلص جدًا للنادي وبتحبه يعني حب يعني غريب. الفترة اللي حضرتك غبت فيها أكيد هتبقى في متغيرات جديدة عن الحاج محمد مصلحي يعني قبل ما يسيب النادي، وحاليا دلوقتي أكيد في جديد وفي تفكير جديد وفي طموحات جديدة وفي فكر جديد حضرتك عايز تعمله في نادي الاتحاد السكندري. بص حضرتك كابتن ميدو، أنا حضرتك النهارده أنا فعلا حابب أقول كلمة أنا قلتها قبل كده وبعيدها تاني. محمد مصلحي 2010 غير محمد مصلحي 2017. الموضوع بالنسبة لي فيه يعني من الخبرات اللي أنا اكتسبتها خلال عملي كرئيس النادي، وبعد كده خبراتي العمليه جوه النادي وبره النادي اكتسبتني خبره كبيره جدا. فانا اداره النادي الاتحاد فعلا اداره انا ان شاء الله يكون مجلس قوي كمان معايا، اتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه كويسه لهذا النادي. نادي الاتحاد انا بكمل بامانه عشان اكون امين مع حضرتك، انا بكمل فعلا مسيره اداها الدكتور محمود بشير رئيس نادي الاتحاد السكندري السابق نادي الاتحاد، راجل محترم ادى اللي عليه وزياده، وادى عليه فعلا في وقت كان عصيب مر عليه النادي 3 سنين 4 سنين اللي فاتت، ولكن النهارده لما يتبنى مقر جديد نادي الاتحاد السكندري في منطقه سموحه في 37 بدعم لا محدود من المهندس سعد عبد العزيز وزير الشباب، وبدعم لا محدود من المؤسسه العسكريه اللي هم بنوا النادي في اقل من 6 شهور، حاجه مفخره. اتمنى ان كاميرا النادي الاهلي تيجي تصور نادي الاتحاد الجديد. انت كابتن ميدو نفسك حضرتك لعبت في النادي، كابتن وليد صلاح الدين لعب في النادي، وسمير كمونه لعبوا في النادي، انت دخلت النادي اللي في الشاطبي، تعالى كمان شوف النادي الجديد اللي اتعمل في منطقه سموحه. حاجه مفخره لشعب اسكندريه ولجميع نادي الاتحاد. فاتمنى ان شاء الله ان احنا بالمجهود وبالعمل، والناس بقى تسيب بقى موضوع يعني احنا خلينا كلنا هنتكلم نبعد عن المشاكل ونبعد عن الدنيا. انا جاي المره دي ده الناس اللي طالباني، انا مش جاي انزل انتخابات، الناس طالباني لازم الناس كلها تقف جنبنا، تقف مع مجلس الاداره، نعمل فريق قوي، نعمل فريق باسكت تاني يرجع من تاني، اعضاء النادي وجماهيرها تحس بفرق كبير. فاتمنى ان شاء الله المجهود اللي جاي يبقى الناس تحس بيه فعلا بحب وباحترام. اكيد هو بصراحه يعني اسكندريه وجماهيرها وشعبها كله يستاهل يعني احسن حاجه في الدنيا بصراحه. حاج محمد يعني انا متعود منك بتدخل بمفاجات جديده، ايه المفاجاه اللي انت شايلها لجماهير نادي الاتحاد؟ بص حضرتك انا عشان انا اكون امين مع حضرتك، طبعا انا داخل الفريق في يعني في موسم ابتدى فني موجود محترم الكابتن هاني رمزي، اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. وانا امبارح كنت في زياره مع
الدكتور محمود مشاري رئيس النادي، رحنا لهم في التدريب الاخير في النادي الاولمبي وحضرنا التدريب. ولكن انا بقول ان طبعا الفريق اتمنى له النجاحات. طبعا على حظنا النهارده الفريق مبروك، عندنا ماتش مع النادي الاهلي، اتمنى ان شاء الله النتيجه الى حد ما ترضى جميع جميل نادي الاتحاد وان شاء الله. ولكن انا بنتكلم على في مرحله جديده، مثلا ممكن تدعيم في الـ 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 في الموسم الشتوي، يعني اتمنى ان احنا نعمل في حاجه. ولكن الاهم كمان ان فريق كره السله نادي الاتحاد يرجع تاني لانجازاته، اتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل جديد لاعضاء النادي وخدماتهم، محتاجين خدمات كتير جدا، فاتمنى ان شاء الله في المرحله الجايه نعمل حاجه. ولكن انا مستني مجلس اداره الجديد. انا بقول لحضرتك كابتن ميدو واستاذ ضيوف مع حضرتك ان فعلا المجلس الجديد ان شاء الله. حضرتك القائمه مين يا حاج محمد اللي مع حضرتك مين؟ لا انا لغايه دلوقتي يعني حضرتك عشان كنا حضرتك انا سايب لسه القائمه لسه الباب اللي مقفول النهارده، ولكن انا عدد الاعضاء اللي نازلين حوالي 9 10 اعضاء. فانا لو هنيجي من بدري على فكره تحت السن كمان بالتزكيه، يعني تمام السن بالتزكيه النهارده محمود مدحت حاتم القاضي ده كان عم والده عم جده، كان محمود القاضي رئيس نادي الاتحاد السكندري السابق، وناس ولد شاب اكثر من رائع، مهندس محترم جدا وبيشتغل يعني نائب رئيس الشركه على مستوى عالي جدا. في كمان خليل هشام القاضي ده تحت السن برضه فاز بالتزكيه، والاثنين فعلا شباب واعدين جدا. اتمنى المجموعه اللي جايه كمان معانا تبقى مجموعه تضيف باسم المجموعه اللايحه، نعمل حاجه اللايحه بطريقه محترمه ان شاء الله يا حاج محمد. اللايحه اعتمدت من الجمعيه العموميه على كام عضو؟ 9 ولا 11؟ على رئيس نائب وخمس اعضاء فوق السن واثنين تحت السن، يعني عدد الاعضاء بالرئيس 9 زي يعني زي اللي كان النادي الاهلي طالبه. يعني يا حاج محمد انت عارف تمنياتنا ليك وانا شخصيا والكابتن وليد والكابتن سمير، بما اننا يعني شاركنا في نادي الاتحاد السكندري بنتمنى له يعني ان هو يبقى نادي الاتحاد السكندري المخيف المرعب بس بعد مباراه النهارده. يعني اتمنى لكم كل الخير ان شاء الله، اتمنى نشوف مباراه طيبه وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله. النادي الاهلي نادي عريق، وانا يعني اتمنى الخير لمجلس اداره النادي الاهلي الجديد، اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. ولكن انا عندكم انتخابات صعبه، فان شاء الله تنتهي برضه على خير وتسعد فيها مجلس اداره جديد، يسعد فيه جماهير النادي الاهلي. وانا على ثقه تامه ان شاء الله في اي حد بيجي يخدم النادي الاهلي بيخدمه على سيستم وعلى طريقه معينه من اجل الكيان، وانا عارف بتحبوا كلمه الكيان دي، فان شاء الله ربنا يكرمكم. واتمنى ان شاء الله برضه نادي الاتحاد النهارده التوفيق ومباراه تطلع مباراه دي باسم الناديين اكيد. وطبعا وبين الاهلي والاتحاد على طول في يعني كل الحب وكل الخير وكل التعاون. ويعني توليد صلاح الدين مره في اسكندريه دخل جونين، فاكر يا وليد؟ لا هو الاهلي والاتحاد دول، الاهلي والاتحاد دول يعني سبحان الله التاريخ بيقول اكنهم فرقه واحده، يعني كل اللي في الاهلي يروح للاتحاد مستريح قوي، واللي في الاتحاد ما شاء الله محمد ناجي جده يعني عامل كان عامل شغل اكثر من رائع. بالظبط بالظبط. حاج محمد الف مبروك عليك والف مبروك على جماهير اسكندريه بالحاج محمد مصلحي، وان شاء الله تعملوا حاجه تليق باسم اسكندريه كلها. نورتوا وشرفتوا، دايما منور ومشرف.